معنا مشاهدينا هاتفيا من محافظة ديالى شيخ محمود صالح الجاف، شيخ وعشيرة الجاف في ديالى. مرحبا بك شيخ محمود. على أي قانون تستند القوات الحكومية بمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أخي العزيز والكادر والأخوات والإخوة جميعا. أهلا وسهلا أخي العزيز. أولا لا يوجد نازح في ديالى أو من ديالى، لأنه اللي خرجوا من محافظة ديالى من بيوتهم وبساتينهم وتلك وظائفهم هم مهجرين قسرا، أجبروا على الخروج وما طلعوا، هم كان عاجبهم الوضع أن يتركون مناطقهم. اثنين، والأهم، صار شعار المهجرين الحقيقة الجوع وتسكت وتطبخ أو تموت. وطيب، أنا إذا أريد أعود إلى مدينتي، أو أي نازح أي مهجر إذا أريد يعود إلى مدينتي، هل تحقق الأمن؟ وإذا تحقق الأمن، أين المختطفين سابقا؟ أين الذين غيبوا؟ كثيرين غيبوا منذ الاحتلال حتى الآن. طيب وينهم؟ وين جثثهم؟ حتى لو ميت انطوني جثة ندخل أعرف تفاصيل حياته، وين صار؟ وشنو ظرفه الآن؟ وين طه الجاف؟ وين الجبار جسمله؟ وين الشيخ حاتم السامرائي؟ هو ولده الشيخ طفل، هو ولده وطفل، وما أحد يعرف مصيره. وين صالح بن الشيخ راشد صالح العمران؟ وين الأستاذ عمران صالح العمران الزيدي أخوه عمه؟ وين طالب فاضل الزيدي؟ كثيرين، القائمة طويلة جدا. طيب هم لحد الآن ما أحد يعرف مصيرهم، ولا أحد يدري وين وشنو حياتهم. الأسم الزوجة والأسم أطفال والأسم النساء، وهم يدعون بالدين وبالتدين وبالإسلام وبالحقوق وبالعدل والديمقراطية. شيخ محمود، وين الديمقراطية مالتكم؟ ألا تعد هذه الممارسات إذن كما تفضلت يعني جزءا من سياسة العقاب الجماعي؟ ومتى ينتهي ما يدعى بالتدقيق الأمني ويعود هؤلاء النازحون أو المهجرون قسرا كما سميتهم إلى مناطقهم؟ أخي العزيز، إحنا علينا بعد 16 سنة من الاحتلال أن نفهم حالة جدا ضروري نعرفها. أما هاي مسائل الكلام أو الجمل اللي نحكيها أو يحكيها الناس بالإعلام من اجل ان يمشون بعض الامور، هذه اعتقد بعد ما لها داعي. احنا علينا ان نفهم انه هي المعركه دينيه صرفه، صليبيين ويهود وصفويين، والغايه منهم هو تدميرنا، ديننا وارضنا وعرضنا ونهب ثرواتنا، والعمليه جدا واضحه. واحنا اذا بقينا هي تصدقني من سيء الى اسوء، وراح ننقتل. وانا قلتها من زمان، حسب التسلسل كل الشعب ينقتل من شماله الى جنوبه، او نسوي مثل ما سوى صمت زو بمملكة الشين اللي حولها من 30,000 مقاتل، من 30,000 نسمة إلى دولة الصين الحالية اللي كل الدنيا تعرفها. أما إذا بقينا هيك، لا والله إحنا مصيرنا إلى نهاية، لأنه أما أن تسكت أو ترضخ أو تموت، والخيار للمواطن معناته. إذن والدول أنت تشوف بعينك ما عدالة دولية، لأن هم اللي يدعون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، هم قتلة الناس. هي امريكا راس الكفر وراس الجريمه بالعالم، واكثر دوله امتحنت الاعراض يعني سيد محمود، كل الكره الارضيه. بحسب رايك، ما الاسباب الحقيقيه لمنع عوده النازحين الى مناطقهم؟ يعني كثير من الحقوقيين ارجعوها الى انها سياسه تغيير للتركيبه السكانيه. اي نعم، تغيير تركيبه سكانيه وتغيير ديني ايضا، حتى ديني. لانه انت هو حتى اللي رجع، ترى بالمناسبه حتى اللي رجع كان حالهم هم ما يؤدي نفس الطقوس، ويدعي بكذا وكذا ويحمل رايات، او ينتمي الى ميليشيا من ميليشيات الاحزاب. وبالنتيجه اذا هو ما صار فابنا راح يصير، وهكذا الى ان نضيع. فحاولت الناس مع الاسف، حتى اديانهم تغيرت، عاداتهم وتقاليدهم واديانهم وكل شيء. اذا اراد نازح يرجع، هو لما ترك بيته وبستانه وبعدها حرقوه. مثلا عبارة دهرن، اكثر من نصف العبارة احرقت، بساتينها تماما دمرت، وتحول. تصور انت واحد من اغنى اغنياء العبارة اللي كان عنده اكثر من 3 أو 4 بساتين، حاليا يشتغل عامل، هو رجل كبير من سن مهدي الدليني، اذا الكل تعرفه طبعا. مهدي الدليني هو من اقارب من النساء، قال كان عنده 4 أو 5 بساتين من اجمل بساتين العبارة اللي بيها الحمد لله. نعم، حاليا يشتغل عامل حتى يعيش ويسوي. نعم سيد محمود، هذا يرجع وين؟ يرجع الى بستان محروقه؟ لو الى بيت مهدم؟ لو الى شنو؟ نعم سيد محمود، الى دار عدي انتبه شوكه
يجي حتى يقتله. أشكرك وأعتذر منك السيد الشيخ محمود صالح الجاف، شيخ عشيرة الجاف في ديالى.